الحين انا بفهم كل الحارات اللي حولكم تطوروا الا انتم تامين مثل ما انتم حارتكم واسوق بالدار يا ابوي ايش حقه مبراضي والوطن يحلق بيننا احنا الاثنين لازم نتابع الحراميه اللي يسرقون المال العام هذا شيء مهم النسويه هذه ما وراها الا خراب بيوت طلبت عينهم حد يحاسبهم لا حول ولا قوة إلا بالله دكانك ولا دكاني؟ ألا من خبرات أوليين كبار ندلي إن أنا المسؤول عن الدكان وكلمتي هي اللي تمشي اخطف دكانك اخطف اخطف أنتوا أبوي عمركم ما راح تتطورون ها؟ بتبون مثل ما أنتوا ما بكم فايدة تعرف إن الحالة صعبة معروفة ما شاء الله عليها بالطبخ وكل أهل الحارة يحبوا أكلها وأنا غاوية بس أشوفك طرطن إنجليزي I am very happy to see you